ينضم إلينا من فيرجينيا عضو مجلس إدارة الشبكة السودانية لحقوق الإنسان عدلان عبد العزيز. أهلا بك معنا السيد عدلان. هذه الهدنة هل ستشهد نجاحا حتى نهايتها؟ أهلا بكم مشاهدين الكرام. هذا ما نتمناه، وأن لا تكون فقط لثلاثة أيام، يتم تمديدها حتى تتيح الفرصة لمفاوضات لإنهاء هذه الحرب العينة وفق اتفاق سياسي. دائما أي حرب وأي هدنة ما زالت هناك يعني غتلة في خطوط التقاطعات النار، هناك جرح عدد كبير جدا من المستشفيات خارج الخدمة، المحال التجارية بعضها فتح جزئيا، لكن هم قالوا أن هناك أيضا مواجهة مشكلة عدم وجود نقد لشراء المواد، حتى الذين عندهم مبالغ مالية في البنوك لا تعمل الآن، والصرافات لا تعمل، حتى التطبيق الذي أحيانا كانوا يستخدمونه في الشراء من بعض المحلات التي تتعامل مع تطبيقات في الهاتف للتبادلات التجارية هي لا تعمل، وهذا يعني كثير من الناس يعانون من نقص الغذاء، من نقص الماء، كثير من محطات المياه خرجت عن الخدمة. في أعطيك مثلا في منطقة في الخرطوم اسمها الابتداد والصحافة خارجة تماما عن نطاق أبراج الهاتف فيها التي تتواصل مع الشبكة الأم، تقريبا دمرت ولا من الصعوبة جدا أن تتصل بأي شخص في تلك المنطقة إلا إذا خرج من منطقة الصحافة والامتداد إلى منطقة أخرى فيها تغطية للشبكة. فهو وضع حقيقي يعني ينذر هو كارثي الآن، وينذر بالتفاقم الأوضاع كل ما مرت الأيام ودون حل هذه المعضلة الحرب يعني. طيب، مع تدخل الأطراف المدنية والوصول فعلا إلى هدنة الآن، هل تتوقعون أن هذه الهدنة قد تتحول إلى وقف لإطلاق النار في وقت قريب؟ هل بدأ المكون العسكري يسمع الدعوات لهذه الهدنة أو هذا الهدوء؟ يمكن أن نكون نتمنى، لكن كتوقعات يبدو أن حل سياسي شامل هو اللي هو يؤدي إلى وقف لا تنفجر معه الأوضاع مرة أخرى، ما زال بعيد المنال. يعني مثلا واحد الأطراف هو الدعم السريع فقدت مقارها، هل ستعاد إليها؟ مثلا المظلات في الخرطوم البحري كانت واحد من مقارها، مقر هيئة العمليات في الخرطوم، هل سيعاد لها؟ وهل ستكون قوى مشتتة في الشوارع؟ وفي اليوم سمعت لأحد الأشخاص من الخرطوم البحري أن منطقة حيهم بالكامل تقريبا أصبحت سكنة عسكرية، حتى البيوت تم دخولها ومعظم سكانها خرجوا منها وتم احتلالها، أصبحت مثل السكنات. فهذا وضع من الصعوبة جدا أن يعود. إذا عدنا لما قبل 15 أبريل هذا يعني نحن عدنا إلى طرف الأزمة نفسه. نعم. يعني فما ليس هناك لا تحل الأمور بهذه الطريقة. نعم. ما يهمنا الآن هو وقف إطلاق النار بالتأكيد، ما يهمنا هدنة للأوضاع الإنسانية، لكن إذا أردنا نتكلم عن حل سياسي للأمام ما ليس هناك غير خيار الأساسي الذي كان يرفعه الشارع طيلة السنوات السنتين الماضية، بأن العسكر إلى السكنات وهو يعني الحكم المدني، والجنجويد الحل أو الميليشيا يتم حلها، كل الميليشيا في السودان سواء كان الدعم السريع أو باقي حركات الكفاح المسلح وفق الأسس الدمج والتسريح وإعادة التأهيل المعروفة عالميا وبإشراف الأمم المتحدة. هذا ما يحقق سلام مستدام. نحن لا نريد أي يعني اتجاه لعودة الأوضاع لما قبل 15 أبريل بعزل العديد من القوى، وهي كانت عبارة عن صراع عن الرقص حول كرسي السلطة بين ثلاثة أطراف، الدعم السريع والجيش وقوة الحرية والتغيير المجلس المركزي. لا نريد أن نعيد مرة أخرى لهذه الرقصة حول هذا الكرسي يعني. هو تغيب عنه قضايا السودان الأساسية ومشاكل. شكرا لك عضو مجلس إدارة الشبكة السودانية لحقوق الإنسان عدلان عبد العزيز.